السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم يشاهدوا فينا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا الناس اللي مازالوا مساكين مرزا حسام عوار. حسام عوار تبليسه يصاب الله غالب تبليسه بسبب يعني المجاري تاع اليوتيوب. المجاري تاع اليوتيوب عندها مجاري تاع اليوتيوب، جاري في اليوتيوب كي يهضروا لك على واحد راح انت اية النوري يلعب دال لك كيما هكا كتبها هذاك المجرى هذاك مخنث كتب دال لهم كيما قال لهم اية النوري دار صالح في جيبه الشاب فمك يا ربي واحد ماشي بزاف 5 دقائق راخر خرج مبليسي وراخر كمل 90 دقيقه وحطم رقم قياسي تاع محرز. هذو ناس مازالوا حاقدين على عوار بطريقه غير مباشره، خاطر العوار ما اعترف لهمش. كانوا يقولوا باللي عوار غادي يعترف، هذو سمحوا لي تنهضر، هذو يحوسوا باي طريقه، خاطر علاه بالك تعقلوا نهار صاحب المساحات زي قال لي صباح يعني كارت محروق عند سيده من الدوحه، يعني صايك كذب في راح يسموه روبيو تاع الصحافه هذاك. اول تصريحات بان بلي كذاب، يعني ضروا يحوسوا كيفاش يخدموا خدمه اخرى. هذه قال لك لي يبيع سلاحه يموت به، هذه علاش عندنا كيفاش وين كيفاش روبيو كيفاش اصبح يعني اصبح هو بغا هو يكذب المشعل بعد صاحب المساحات ضيقه اليوم، يعني وين نكشف يعني هذا وين شعلنا كيفاش نكشف اليوم. جيتكم على صاحب المساحات ضيقه، انا اللي قال لهم عوار لازم يراخر كيسموه عوار لازم كيفاش يقولوا يا ربي عوار لازم كيفاش لازم يعتذر. عوار ما اعتذرش، عوار قال لهم قال لهم اللي عنده شويه اللي راه شويه مضرار يدير الحار يقتل الجراثيم لا يتاكلوا في الجعبه، اللي عنده شويه عنده جعبه شويه وعنده الجراثيم فيها يتاكلوا فيها يدير لها الحار. هذه هي عوار، هذيك قاعدين حاقدين على عوار، يقول لك باللي عوار يعني تخطيط مع الاداره ومع مورينيو باش ما يلعبش كاس افريقيا. عوار رد عليكم قال لكم المنتخب الوطني خط احمر، خط احمر هذه هي، قالوا خط احمر. كنت جاي تهضر لي على عوار يعني بطريقه الطريقه تاعكم ما فهمناهاش كيفاش دايره، كيفاش تخمو نتوما بعد كي تخموا نتوما كيما تكذبوا يعني كذابين، ناس كذابين، ناس يديروا كلش تكذب، ناس تكذب وصايك هذه هي كيما نشوفوهم يكذبوا عادي. رانا عاقلين معاكم، حنا رانا عاقلين معاكم، رانا مازلنا عاقلين معاكم بالضروك، رانا نمشو معاكم حبه حبه، رانا نمشو معاكم يا حبه حبه. هذه هي والله رانا عاقلين معاكم والله العظيم، ما راكمش غالبيننا ولا حاجه، بصح رانا عاقلين، رانا شويه بنادم، ناس كبار يحشم منهم ومنا منا، ماناش باغيين ندخلوا في واحد الهضره على بالي بصح سهله غادي والله العظيم احرزوا روحكم. وما عوار، عوار لعاب كبير، لعاب عنده المستوى تاعه، حبي عنده المستوى تاعه. هذه هي ومباشرة بعد اختياره اللعب يعني في البطولة الإيطالية والغروب من جحيم الدور الفرنسي، أصبح النجم الجزائري حسام عوار قطعة أساسية في تشكيلة نادي روما التي يدربها العالمي مورينيو، الذي أثنى على الدوري الجزائري واعتبره من أحسن الصفقات التي بإمكانه تقديم الكثير للفريق، والذي هو في حاجة ماسة إلى اللعاب من
طرازه للعب أدوار أولى محليا وأوروبيا. غير أن الجدال الذي حدث مؤخرا، هل بإمكانه مشاركة في منافسات القارية مقررة شهر جونفي القادم بكوت ديفوار؟ الجواب عن هذه المعضلة رد عليها حسام عوار في تصريح صحافي، يعني أثلج صدور الجماهير الجزائرية، حيث أصر الدولي الجزائري الذي اختار اللعب في روما الإيطالي وتحت إمارة مورينيو الذي أقنعه بتقمص ألوان العملاق الإيطالي لمدة 5 سنوات ومغادرة نادي ليون الفرنسي بعد مسيرة استمرت لعدة سنوات لينضم إلى روما في صفقة انتقال حر. حسام عوار قطع الشك باليقين في تصريحات صحيفة في حوار أجراه مع صحيفة يعني ديلي سبورت الإيطالية، حيث أكد مشاركته مع المنتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا. وقال حسام عوار في هذا الصدد: الموضوع حساس نوعا ما، لذلك أفضل عدم التعرض يعني له بشكل معمق. ما يمكنني قوله أنني فخور بحمل قميص المنتخب الجزائري وتمثيله كأفضل يعني ما يمكن في المسابقات القارية والدولية. وشارك حسام عوار أول مرة بقميص المنتخب الوطني شهر جوان المنصري، حيث دخل بديل في الدقيقة 65 أمام منتخب أوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة شهر جونفي بالكاميرون على حساب يعني عبدلي الذي بصم هو الآخر على أول ظهور له مع الخضر. يعني هذو هما الناس اللي يعني وين كان حسام عوار قد اختار اللعب رسميا للجزائر شهر مارس المنصرم، مؤكد أن ذلك هو اختيار القلب، نافيا أن يكون يعني دفع وراءه خروجه من حسابات المدرب المنتخب الفرنسي ديشون. مدرب المنتخب الفرنسي قال بهذا الخصوص: لو كان ذلك صحيح لما قمت بذلك اليوم، فعمري 24 عام وما زال لي أمامي 10 سنوات من اللعب، وكنت سأنتظر حتى سن 27 أو 28 سنة للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني. المهم أنا راضي كل الرضا عن اختياري، وسأقدم إضافة إلى منتخب بلدي في الاستحقاقات القادمة. أسأل على بالك بلي تشوفهم قال لك غادي تعاود تولي وغادي من رغم أنه ما لعبش البارح بالفوز يعني تاع النادي تاعو. الصح ماهيش نقولوا بلي حنايا واحد يروح يتكلم على حاجة باقي حقد عنده في قلبه، فهم كي مازال باغي يرد بلي هو عنده الحق. هاودي لعبة تاعنا ماشي سهلة. هذيك مو اللي قالت لهم انا مو فارس شايبية قالت للشيخة، قالت له ماشي انت اللي تطلعكم لعابة، كثر خير لعابة. دي لولا وملي هلا تما الربحة للمشرف، هو الخسارة للخوانة، واللي يجيب يعني حاجة لبلاده إطار جزائري لا ماشي هو. المقلوب كل جرب المقلوب عنه. السعاركم من تفخين انتفختوا وانكشفتوا والله غير الزبل. كوي قعدتوا دايرين مسيرة تقارعوا الجزائر طيح يا وجوه الذل، والله العظيم قعدتوا دايرين مسيرة تقارعوا الجزائر طيح يا وجوه الذل. كتب واحد كلب غل داير مرا قدامها يعطيها فضرام، وداير مرا قدامها تعايف الرجالة، عرفوا بلي هو راه ماشي 106 راه 2006 2012 يا هذا عندك ما دير ماشي بعدك ما دير لهم كلاب وصايد.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله. صحيح.